التي تدعم الجماعه الارهابيه اللي موجوده في مصر الان نهايه حكم الجماعه ونهايه وجود الكسافير. انا اعتقد انه في اقرب وقت ممكن الشعب المصري اقوى من جماعه الاخوان الارهابيه واقوى من السفيره الامريكيه او الامريكيه اللي بتضغط دلوقتي على الجيش المصري علشان ما يتخذش اجراءاته بعد المهله التي تنتهي اليوم. احنا بنؤكد على أن الجيش المصري هو بيت الوطنية المصرية وأنه يعني انحيازه للشعب المصري ليس انقلابا عسكريا بل دوره التاريخي على مدار التاريخ أنه جيش الشعب وليس جيش الحاكم وليس جيش السلطة. بندعو يعني قواتنا المسلحة أن تكمل الطريقة التي بدأناها سويا الشعب المصري بالتلاحم مع جيشه اليوم، ونطالب الحرس الجمهوري اليوم بالقبض على محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية فورا تنفيذا لإرادة الشعب المصري. أما عن خطاب مرسي اللي قاله امبارح لا نجد تعليق إلا أن هذا الخطاب زي ما قال محمود لا يحتاج إلى محلل سياسي بل يحتاج إلى محلل نفسي. هذا الخطاب يؤكد أن مرسي مضطرب نفسيا في هذه اللحظة في ضغط عصبي شديد عليه، وهو فاقد الشيء دائما يكرره لأنه عنده نقص فيه. هو يعلم جيدا أنه رئيس غير شرعي، مرسي رئيس ناقص للشرعية، ولذلك كرر كلمة شرعية حوالي 50 مرة في الخطاب. الشعب المصري سحب الشرعية من محمد مرسي وهو رئيس غير شرعي الآن. بنقول لمرسي وبنقول لقيادات جماعة الإخوان وبنقول كل من يؤيدون المتغطي بأمريكا عريان، واللي بيعملوا عصام الحداد دلوقتي ده خيانة عظمى. بنطالب بالقبض عليه لأنه بيستنجد بقوة غربية وبقوة أمريكية لدعم بقاء محمد مرسي في السلطة. هذه تهمة الخيانة العظمى يجب أن توجه إلى مرسي وإلى عصام الحداد. أخيرا شعب مصر العظيم اليوم سيكتب تاريخا جديدا وستنتصر هذه الثورة إن شاء الله خلال ساعات. بنقول لكل المصريين انزل في كل مكان، انزل أمام الحرس الجمهوري، والجيش والشعب معا سيستطيعوا الخروج بمصر من هذه الأزمة. أما عن خارطة الطريق، حملة تمرد قدمت خارطة طريق لي في أكثر من مؤتمر أعلناه، وهي ببساطة أن تنتقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بصلاحيات محددة ومحدودة، ثم عندنا حكومة من الكفاءات يرأسها شخصية سياسية منتسب يعني شخصية سياسية على خط الثورة وليس على أي خط آخر، يكون معبر عن أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ومجلس الدفاع الوطني يتولى شؤون الأمن القومي والحدود والشؤون العسكرية. هذه الخريطة قائمة على مؤسسات المجلس الدفاع الوطني والحكومة والمحكمة الدستورية العليا. يجب على هذه المؤسسات جميعا أن تعمل على وضع دستور جديد للبلاد. مش عايزين نغلط نفس الغلطة ويبقى الانتخابات قبل الدستور، لابد من وضع دستور أولا ثم تجرى الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية معا. كل هذا الأمر نستطيع أن ننجزه في مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر من أجل أن احنا نفتح صفحة جديدة في تاريخ مصر بعد الإنهاء السلمي لحكم جماعة الإخوان. بس يا جماعه معلش، رسالتنا الاخيره لجماعه الاخوان، لشباب جماعه الاخوان المسلمين، شبابهم من فضلكم ما تكونوش وقود في حرب هي خسرانه من الاساس. من فضلكم انتوا اخواتنا، واحنا قلنا الحل لكم الان ان تطهروا هذه الجماعه من قيادتها القطبيه اللي بتسيطر عليها واللي بتدفع فيكم دلوقتي كانها بتدفع بيكم الى حرب اهليه. الوطن مش هيسامحكم عليها، مصر مش هتكون الجزائر بشكل واضح جدا عشان تبقوا فاهمين يعني. ولازم نقول لكم ارجوكم يا شباب اعقلوا وفكروا وتدبروا امركم، هتعرفوا ان هذه الجماعه كانت بتخدعكم. الرئيس اللي كان فاهمكم طول حياته انهم اعداء للامريكان واعداء للصهاينه، النهارده هو عايز يقعد رغما عن انف المصريين بدعم الامريكان والصهاينه. فيا ريت شباب جماعه الاخوان المسلمين، ما فيش طار بيننا وبينكم، لا نريد الاقصاء اطلاقا، سيطروا انتوا على الجماعه. يعني ماو تسي تونج كان بيقول طهروا انسفوا كل القيادات القديمه، عليكم الان ان تتبعوا طريقته وتنسفوا كل قياداتكم القديمه، وان انتوا تتوجهوا تاخدوا انتوا رئاسة الجماعة وتبقوا موجودين في رسم المشهد. احنا بنرحب بيكم، لكن ما تكونوش وقود لحرب هي خسرانة بالاساس، حرب مع اهاليكم مع الشعب المصري من ابنائكم. الدم اللي بيسيل دلوقتي في الشوارع انتوا اللي هتحاسبوا عليه. دي رسالة اخيرة، احنا ايدينا ممدودة للجميع، ايدينا مفتوحة للجميع. حملة تمرد خرجت من اجل مصر لكل المصريين ومصر بكل المصريين، ارجوكم تراجعوا. اخيرا بنقول اذا كانت الادارة الامريكية فاكرة نفسها تضغط بالمعونة
العسكرية بتاعتها أو بغيرهم المعونات، فوالله خير وبركة، خليهم يقطعوها بشكل واضح، يبقى حققولنا أحد مطالبنا. إحنا ناس خرجنا عشان الاستقلال الوطني اللي ضيعه محمد مرسي، وبناء عليه إذا كانت المعونة دي هي اللي بتمنع جيشنا إنه يدخل سيناء، المعونة دي اللي هي بتخلينا هناك نقص في السيادة على أراضينا، بناء عليه إحنا بنقول لهم اسحبوا المعونة، المعونة دي على جزمة الشعب المصري، والشعب المصري مش عايز منكم معونات. بنقول للمصريين النهاردة معادنا، النهاردة موعدنا، هننزل في كل الساحات والميادين، انتوا لازم تعلموا العالم كله تقفوا قدامه وتقولوا له إرادة الشعب المصري هتنتصر على أمريكا، إرادة الشعب المصري هتنتصر على كل طغيان. شكرا لكم.